واخر شيء انا اختلف مع الاخوان قضيه اني اعتبر المناهج انا كما درست نعم لان يمكن قد يكون تخرجوا قبل ان اولد انا تفضل اعتبر المنهج انا بما اقيم به ديني اللي درسته في السعوديه طبعا استاذ علي الشهري انت باحث ويدرس دراسات عليا في الدراسات الاسلاميه نعم المجتمع دراسات المجتمع نعم صحيح المناهج اللي في السعوديه الموجوده حقيقه يعني تقيم بالحجه على الشخص بما يقيم به دينه نعم شامله في تفاصيل معينة دقيقة قد تكون فيها خلل. النقطة الثانية قضية الإرهاب قضية الأشياء الموجودة. يعني إحنا كم تخرج من السعودية من مناهج؟ نعم. هل الفئة القليلة هؤلاء هم يتأثروا فقط؟ نعم. وإنما في عامل خارجي أثر عليهم قضية أنهم اتخذوا الفكرة. فأنت لا تربطها بالمناهج. لا ما أربطها لماذا نتخذ حتى كثير من الناس المصلحين وكثير من الدكاترة الموجودين عندهم الجامعات تخرجوا من المناهج صحيح. هذه. هذا صحيح. ولماذا نحن القياس على الفئة القليلة لا يجوز أن نأخذ به حكم عام. شكرا أستاذ علي. أساتذتي سمعتم هذه الآراء كلها، سمعتوا آراء الشباب وسمعتوا آراء الضيوف وسمعتوا أيضا رأيتوا النتائج الاستبيان. لضيق الوقت الذي سنفعل الآن هو احنا سنعطي كلمة أخيرة لكل أستاذ من الأساتذة الكرام ويعلق على ما يشاء، لكن يبدأ أولا بالتعليق على نتيجة الاستبيان. ابدأوا بهذا ثم قولوا ما تشاءون، كيف نصلح هذه المناهج، كيف نوجهها. دكتور جميل علام عميد معهد الدراسات الإسلامية. بالنسبة للكتاب أو المنهج بس دكتور قبل ما تكمل فضل. أنت كليتكم تخرج أساتذة صحيح؟ نعم. وهؤلاء أساتذة يدرسوا في المدارس معهد الدعوة الإسلامية هو معهد دراسات إسلامية عليا للخريجين. طيب فكثير من خريجينكم نعم. هم الأساتذة يقومون بالدعوة يقومون سؤالي بالتدرس. لحضرتك نعم. المناهج التي تدرس لهؤلاء المدرسين نعم هل فيها إشكال؟ ثم هم نفسهم كقدوات هل هم فعلا قدوات؟ لو تعلق لي على هذا ضمن حديث الجزء الاول في المحتوى العلمي والتعليمي هو الحمد لله رب العالمين احنا عالجنا هذه الثغرة وهي ان المحتوى التعليمي او المنهج نفسه غير محقق للاهداف التربوية للتربية الدينية او تكوين المواطن الصالح. حققنا هذه المشكلة أو عالجنا المشكلة دي وجمعنا كل العلوم الإسلامية والعلوم المعاونة الحديثة التي تكون مسلم معاصر يعبر عن الإسلام. دكتور هل هذا فقط في معهدكم ولا هذه ظاهرة موجودة في كليات الدراسات الإسلامية؟ لا في هذا المعهد فقط آه. ويوجد أيضا في كلية الدعوة نعم هذا الجانب. ارجع تاني للمنهج نعم. مش معمم على مستوى الكليات او الجامعات او المعاهد او المدارس بالصوره المطلوبه او الطموحه لتحقيق الهدف. لان في اتفاق ان هو المناهج التي تدرس المدرسين نعم. بحاجه الى اصلاح. فيه خلل اكيد وليس الخلل ايضا مره اخرى اؤكد انه ليس الخلل نتيجه استجابه للغرب لكن هو الخلل ايضا لاننا اصلا لم نضع المنهج المتكامل الذي يصنع مسلم معاصر يتفاعل مع الحياة. الخلل في المؤلفين في المؤلفين ووضيع المناهج ووضيع السياسة. طب هؤلاء ليسوا خريجي جامعات معتبرة لوازنها نعم. هناك ظروف مختلفة منها العوامل الاقتصادية قد تكون منها عوامل ضيق الوقت في المنهج الدراسي أو العمل الدراسي بس غير مقصودة يعني قد تكون غير مقصودة لكن هناك كسل أيضا في المؤلفين وضع المادة العلمية نفسه ما أخذوها بجد مسؤول المؤلف هذا نعم. اللي يؤلف للأمة مسؤول. لازم يعرف مسؤوليته مسؤول عن صناعة أجيال نعم. إذا في مشكلة من حيث المناهج لابد المناهج أنها تتكامل وتصنع مسلم معاصر وليس مجرد يحفظ ويطلع يقول كلمتين وخلاص لا في مشكله الاستاذ الفاضل الدكتور خالد اثرها من شويه نعم. لان هناك بعض المفاهيم بتعرض في بعض المناهج تؤدي الى تطرف ويؤخذ علينا هذا نعم. فعلا ده بيحدث نتيجه ايه ليس قد يكون ليس العيب من المنهج نفسه نعم. ولكن العيب في طريقه عرض المحتوى العلمي بطريقه فيها تعميم او تسطيح نعم. هذا التعميم والتسطيح يترك المجال والعنان للدارس او الطالب المحدود الفهم لأن يتصور المعلومه باكثر من وجه نعم. ومن هنا ينشا التكفير وينشا التنفيق فممكن دكتور خالد يعني ممكن ان هو الكتاب يشير الى معلومه ويقول هذا نفاق نعم المؤلف يقصدها بطريقة معينة لكن الطالب يأخذها أو المدرس والطالب يأخذها بأوسع من هذا كلمة النفاق بالنسبة له تعلمها أنها شيء آخر نعم بس إلى هذا أيضا أن هناك خلفية غربية في هذا التوقيت الآن
تستخدم هذه العيوب أو هذه الأخطاء تتصيد نعم تستخدمها الآن وتوظفها لاتهام الإسلام. أمامي الآن بحث آخر كلمة بس عن الصورة النمطية الغربية في المناهج التعليمية عن الإسلام. نعم. يتصور الإسلام ده على أنه دين دموي وإرهابي وأن المسلم ده إنسان شهواني ومادي. كل كلامنا كله جابه من موجود هذا في المناهج الغربية ما يراه في كتبنا. نعم. يعني ما يتصيد ويأخذ لأننا لم نحسن العرض. نعم. دي جزئية مهمة جدا مسألة المناهج. آخر كلمة دكتور. نعم. آخر حاجة بالنسبة للمعلم وبالنسبة للجزء الأخير المناهج العام. المعلم لابد أن يكون تربويا. كيف نطلب من إنسان أن يربي وأن يكون شخصية سوية وهو لم يدرس علوم تربية ولا صحة نفسية؟ نعم. وهذا عنصر مفقود في كليات الدعوة حتى بالنسبة للمدرسين الإسلام. جميع المدرسين لابد أن يدرس أصول تربية. نعم. ومناهج تربية. نعم. ولابد أن يدرس صحة نفسية وتكون شخصية. جميل. كعلم مهم جدا هذا مفتقد حتى في الخطيب يطلع المنبر. شكرا دكتور. نكتب آخر جزئية بعد إذن حضرتك وما يتعلق بالمناخ العام. لابد أن يكون هناك تكامل المجتمع ككل في تأييد العملية التربوية لأن ده استثمار اقتصادي مهم جدا لمجتمعاتنا. فما ممكن أذكر جهة واحدة هي تكون مسؤولة. أذكر صحيح. حضرتك لحد في منتصف السبعينيات كنا نرى أستاذنا أو أي أستاذنا في الشارع ندخل في شارع آخر. نعم. نتحرج أن ننظر إليه أو أن نقف بجواره أو أن نسلم عليه من هيباته. بس هل هذا صح يعني على فكرة؟ كان يحدث هذا. بس مفروض أنه أنا لما أشوف مدرس في الشارع